السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو النهاردة هنتكلم على الانترنال فورس للأرش. الأرش ستاتيكال سيستم زيه زي البيم وزي الفريم. عايزين نعرف ازاي نحسب الانترنال فورس عند اي سيكشن في سيكشن الأرش. طب خلينا كده نفتكر ايه اصلا تعريف النورمال فورس والشير فورس. النورمال فورس هي الفورس اللي في اتجاه الممبر. طب انا عندي هنا الأرش اتجاهه عامل ازاي؟ انا كل نقطة ليها اتجاه غير النقطة اللي جنبها، وهكذا اي نقطة من النقط دي ليها اورينتيشن مختلف عن اللي جنبها. طب انا احسب النورمال فورس ازاي؟ هاجي اقول والله انا عايزة احسب النورمال فورس عند السكشن ده، فانا هحدد المماس للسكشن ده، يبقى النورمال فورس هي الفورس اللي في اتجاه المماس، والشير فورس هي الفورس البربندكولار على المماس. تمام، يبقى انا كده بدور على زاوية ثيتا عشان اعرف اجيب النورمال واعرف اجيب الشير. سيكشن اس زيه زي اي سيكشن على البيم والفريم، هيقسم الاستراكشر اللي قدامي لجزئين، يا اما احسبه من الليفت كلاود يا اما احسبه من الرايت كلاود، وابدا ابص لقاعده الاشارات بتاعه البيم العاديه. هحسب من الليفت كلاود، يبقى الاشارات بتاعتي دي البوزيتيف اللي خارج من السيكشن النورمال، اللي طالع من ناحيه الشمال البوزيتيف، المومنت اللي بيلف كلوك وايز من ناحيه الشمال هو البوزيتيف. لو انا هحسب السيكشن ده من ناحيه اليمين، يبقى انا هبص للاشارات بتاعت اليمين. تمام، يبقى انا كده ما عنديش مشكله. الفكره كلها انا ازاي اجيب الثيتا بتاعتي، زاويه ميل المماس على محور اكس. مجرد ما جبت الثيتا، المساله بتاعتي بقت زي الانكلاين بيم، عندي بيم مايله عايزه احسب النورمال والشير على اي سيكشن فيها، فبجيب زاويه ميل البيم دي وابدا ان انا احلل الفورس في اتجاه المماس وفي الاتجاه العمودي عليه. بالظبط كده. طب انا اجيب الزاويه دي ازاي؟ هو ده الفكره كلها. عندي نوعين من انواع الارش هندرسه. اول ارش عندنا هو السيركولار ارش، وده السهل لان الثيتا هجيبها من الجيومتري بتاعه الشكل، ما فيهاش مشكله خالص. طب تعالى نحسب الاول، انا عشان اشتغل واحسب انترنال فورس محتاجه اجيب رياكشنات. خلينا نجيب رياكشنات. عندي يونيفورم لود 3 بيأثر على الدايمتر بتاعي بتاع السيركل اللي قدامي دي اللي هي 20، فانا عندي 60. 60 ده هيجيب لي رياكشن هنا 30 ورياكشن هنا 30. طبعا سيجما الفورس في اتجاه الاكس بزيرو، فما عنديش رياكشن هنا في اتجاه الاكس يعني. كده بقى نبدا نجيب الثيتا. طب السيركل دي انا عندي ده مركز الدايره بتاعتي. لو انا جيت وصلت من مركز الدايره لحد مكان السكشن اللي انا بدرسه ده، خط كده، الخط ده طوله قد ايه؟ الخط ده هو الراديوس بتاعي. طب انا عندي الدايمتر 20، يبقى الراديوس ده 10. طب لما اجي من مكان السكشن اوصل خط افقي كده بحيث ان هو يقفل لي التريانجل ده. طب الخط الافقي ده طوله كام؟ هو قايل لي ان السكشن اس يبعد عن نقطه ايه؟ مسافه 3، وانا عندي الريديوس بتاعي 10، يبقى معنى كده ان الخط ده هو 7. حلو. طيب مش دي ثيتا اللي هي هي دي ثيتا اللي هي هي دي ثيتا؟ الزاوية المركزية بتاعتي دي هي زاوية ميل المماس عند سيكشن اس. طب انا الزاوية دي اعرف اجيبها؟ خلاص، ما انا التريانجل بتاعي ده ادي 7 وادي 10، يبقى انا اعرف اجيب الطول ده كام، واعرف اجيب من هنا ساين ثيتا وكوساين ثيتا بتساوي كام. مجرد ما جبتهم خلاص المسألة بقت سهلة، شوية تحليلات هعملها. يبقى انا جبت زاوية ميل المماس على محور اكس ازاي؟ هي الزاوية المركزية اللي واصلة للسكشن ما بين الفورتيكال عندي وما بين السكشن بتاعي. او انا ممكن ما اجيبش، يعني ما اتعاملش مع الزاوية دي، انا ممكن اجيب زاوية تانية، المهم ان انا اعرف اجيب زاوية واجيبها من الجيومتري بتاعة الشكل واشتغل عليها. طب سيكشن اس هنا اسهل لي احسبه من ناحية الشمال ولا من ناحية اليمين؟ انا اقرب لي اتعامل معاه من ناحية الشمال. يبقى انا هشيل كل ده واستبدله بالفورس اللي بتأثر عندي. طب ايه الفورس اللي بتأثر عند سيكشن اس؟ هلاقي ان انا في عندي 30، ومنساش منساش اليونيفورم لود ده، ما هو انا سيكشن اس في شويه يونيفورم لود بيأثروا على طول 3، ففي 30 طالع وفي عندي 9 نازل، فهيبقى في النهايه في 21 طالع. طب ال 21 ده انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه احللهم في اتجاه المماس وفي اتجاه العمودي عليه. ودلوقتي انا عرفت زاوية ثيتا اللي هي زاوية ميل المماس على محور اكس. طب لما اجي هنا دي ثيتا فدي لا فدي ثيتا. 21 كده هبدا ان انا احللها في اتجاه المماس وفي الاتجاه العمودي عليه. التو كومبوننت دول هما اللي انا بدور عليهم النورمال والشير.
نورمال هي ال 21 ساين ثيتا. طب الإشارة بتاعتها إيه؟ هي بتعمل أهي كومبريشن على السكشن فهي نيجاتيف، أو أنا بحسب من ناحية الشمال فهلاقي إن هي عكس الاتجاه الموجب فبرضه هتبقى بالنيجاتيف. الشير، الشير من ناحية الشمال وطالع بوستيف، يبقى أنا عندي ال 21 كوزاين ثيتا دي هتبقى الساين بتاعتها بوستيف. طب المومنت عند سكشن اس، المومنت بقى ملوش دعوة بكل اللي أنا عاملاه ده، أنا هاجي عند سكشن اس وأحسب كل فورس في البربنديكولار ديستانس بتاعتها عند سكشن اس. في 30 مضروبة في مسافة 3، طب بتلف ازاي؟ بتلف في نفس الاتجاه الموجب ده يبقى خدت ساين موجب. في عندي اليونيفورم لود، الحتة اللي موجودة دي في اول سكشن اللي هي 9 مضروبة في مسافة 1.5 وبتلف بالسالب. في عندي حاجة تاني؟ لا ما عنديش، خلاص اطلع قيمة المومنت عند سكشن اس. طب احنا اتكلمنا في البداية ان انا عندي نوعين من انواع القرش، عندي سيركولار قرش وبارابوليك قرش. في الحالتين انا محتاجة احدد زاوية ميل المماس على محور اكس. في السيركولار قرش زاوية ميل المماس جبناها عن طريق الجيومتري بتاع الشكل، في البارابولا لا محتاجين نجيب معادلة البارابولا. طب خلينا الاول نحسب رياكشناتنا هنا. انا عندي ده يعتبر سيمبل سبورتد قرش، هنا هنج وهنا رولر فسيمبلي سبورت. سيجما الفورس في اتجاه الاكس، اجيب الرياكشن اللي هنا اللي هو الاربعة، اقف عند نقطة دي واخد المومنت للشكل كله، اجيب الرياكشن الفورتيكال سيجما واي، اجيب الرياكشن هنا. طيب دلوقتي محتاجين ايه بقى؟ محتاجين ان احنا نحدد ميل المماس عند سيكشن واحد وعند سيكشن اتنين وعند سيكشن تلاتة. طب نسأل نفسنا سؤال، هل ميل المماس هنا هو هو هنا هو هو هنا؟ طبعا لا، كل نقطة على القرش ميل المماس بتختلف. طب اجيب اصلا ميل المماس عند النقطة دي ازاي؟ خلينا نفتكر كده، في عندي general equation للبارابولا هي ان y بتساوي ax square plus bx plus c، دي المعادلة العامة للبارابولا، وال a وال b وال c ده ثابت. طب انا المعادلة دي بتعامل معاها ازاي؟ باجي افرض المحاور بتاعتي في اي نقطة على البارابولا وابقى عارفة احداثي 3 نقط لي على البارابولا بالنسبه للمحاور اللي انا فرضها. ليه 3 نقط؟ لان انا عندي 3 انون، الاي والبي والسي دول انون فمحتاجه 3 نقط. اختار اي 3 نقط عارفه احداثي اكس وواي بتاعتهم بيزد على المحاور دي واعوض في المعادله واجيبها له. طب بس المعادله دي كبيره قوي، في عندي اي سبيشال كيس كده من المعادله دي، ان انا اقدر اقول ان الواي بتساوي اي اكس سكوير، يعني المعادله بدل ما هي كبيره قوي كده تصغر ل y بتساوي x سكوير لحد انون واحد كونستانت واحد اللي هو الاي. بس ده ليه شرط، ان المحاور بتاعتي ما احطهاش في اي نقطه في البارابولا، لا احطها في اعلى نقطه في البارابولا. ليه اعلى نقطه في البارابولا؟ بحيث ان يكون المماس بتاعي عند النقطه دي افقي. طب المماس بتاعي عند النقطه دي افقي اللي هي مكان سيكشن اللي هو S2، مماس افقي، فده اعلى نقطه في البارابولا. لو انا حطيت المحاور عند النقطه دي اقدر اتعامل مع السبيشال كيس دي ان الواي بتساوي اي اكس سكوير. طب انا كده محتاجه ايه؟ محتاجه اكون عارفه نقطه واحده الاكس والواي بتاعها احداثياتها يعني، بحيث ان انا اجيب الكونستانت اللي هو الاي. طب لو انا جيت قلت نقطه بي، نقطه بي احداثها الاكس ايه بالنسبه للمحاور بتاعتي دي؟ هلاقي ان انا مشيت من مكان المحاور لحد نقطه بي مشيت 6. طب واحداثها الواي؟ هلاقي ان انا مشيت من مكان المحاور لحد نقطة بي 3.6 بس في النيجاتيف واي. بقى عندي دلوقتي الاحداثيات، اعوض عن الاكس بال 6 واعوض عن الواي بنيجاتيف 3.6، طلع قيمة الاي اللي هي تطلع بنيجاتيف 0.1. بقت المعادلة العامة للبارابولا واي بتساوي نيجاتيف 0.1 اكس سكوير. المعادلة دي بتعبر لي عن اي نقطة موجودة على البارابولا، اي نقطة على البارابولا انا عارفة احداثها الاكس اعرف اجيب احداثها الواي، والعكس صحيح. طب اعمل ايه بقى بالمعادله دي؟ هاخد المعادله دي وافضلها، اجيب واي داش بتاعتها، واي داش هتبقى بتساوي نيجاتيف 0.2 اكس، هو ده اللي انا بدور عليه، تان ثيتا ميل المماس على محور اكس، هو ده اللي انا بدور عليه، ميل المماس عند اي نقطه الاقي ان هو فانكشن في اكس، كل لما الاكس بتاعتي تتغير كل لما الزاويه بتاعتي هتتغير. مجرد ما وصلت لتان ثيتا اللي هي بتساوي نيجاتيف 0.2 اكس كده، خلاص ابدا بقى امسك مثلا سيكشن واحد. سيكشن واحد ده الاكس بتاعته بتساوي كام؟ هلاقي ان انا مشيت من المحاور دي لحد سيكشن واحد مشيت نيجاتيف 4، لان انا عندي سيكشن واحد قايل لي ان هو على مسافة 4 من نقطة A وانا بقيس من مكان المحاور.
طيب اجي اخد نيجاتيف 4 دي واعوض، يبقى سيتا هتطلع عندي بتساوي كام؟ تطلع بتساوي 38.66. ده كده ايه؟ ميل المماس عن سيكشن واحد. طيب ادي كده سيكشن واحد، هحسبه من ناحية الشمال، احط بقى المماس بتاعي والعمودي على المماس اللي انا عايزة احلل الفورس في اتجاهاته. سيتا اللي انا جبتها دي مش اي زاوية، هي ميل المماس على محور اكس. تمام؟ تمام. نجمع الفورس بقى بتاعتي من اول ما بدأت الارش لحد سيكشن واحد، لان انا حاسبه من ناحية الشمال، في الاربعة الهوريزونتال دي مش هتتغير. طب بالنسبة للفورتيكال هلاقي ان في 15 طالع، منساش الإكويفلنت بتاع اليونيفورم لود، اتنين بيأثر على مسافة أربعة، هلاقي إن فيه تمانية نازل، يبقى 15 طالع وتمانية نازل، يبقى هلاقي إن فيه 7.14 طالع. سيتا ميل المماس على محور إكس، يبقى دي سيتا، يبقى دي لأ، يبقى دي سيتا، وحلل الفورس بتاعتي في اتجاه المماس وفي الاتجاه العمودي عليه. النورمال فورس هلاقي هي الفورس دي اللي في اتجاه المماس، الأربعة والسبعة الاتنين بيعملوا كومبريشن على السكشن، يبقى الاتنين هياخدوا اشارة نيجاتيف، وسيتا طبعا احنا لسه جايبينها اللي هي ال 38 دي اللي هنشتغل عليها. الشير انا حاسبه من ناحية الشمال، يبقى اللي طالع عندي 7.1 ده اللي هياخد بوستيف، والفور هتاخد نيجاتيف، والمومنت عن سكشن هقف عند السكشن واحسب. طب المومنت هنا بيساوي كام؟ بيساوي رياكشن واي اي مضروب في مسافة أربعة، وده بيلف في البوستيف يبقى ده هياخد الإشارة موجب. تمانية بتضرب في مسافة اتنين بتلف عكس الإشارة دي تبقى نيجاتيف. في كمان عندي الأربعة مضروبة في المسافة من نقطة A لحد سيكشن واحد. طب المسافة دي كام؟ هو مش مديهاني. هو مش مديهاني، بس أنا هعرف أجيبها إزاي. خلونا نرجع كده للمعادلة العامة بتاعت البارابولا. مش احنا قلنا إن المعادلة دي بقدر أجيب منها إحداثي أي نقطة؟ لو انا عارفه الاكس اقدر اجيب الواي والعكس صحيح. طب هو مش انا سيكشن واحد ده عارفه ان الاكس بتاعته بيزد على المحاور بتساوي نيجاتيف 4؟ طب ما تيجي نعوض عن الاكس هنا بنيجاتيف 4، هيطلع لي ان الواي بتساوي 1.6. طب دي اني واي؟ الواي دي هو مكان السيكشن من المحاور، يعني السيكشن بيبعد عن نقطه المحاور دي نيجاتيف 1.6، وده طبيعي لان الواي البوزيتيف لفوق فده النيجاتيف لتحت، يبقى المسافة دي هي ال 1.6. طب مش انا مش بدور على المسافة دي، انا بدور المسافة من نقطة A لحد سيكشن S. هقوله تمام، ما هو انا عندي من نقطة A لحد اعلى نقطة في البرابولا 6.4، يبقى الارتفاع ده هو 6.4 minus 1.6، يبقى ده المسافة اللي انا هضرب فيها ال X. نكتب بقى كده معادلة المومنت اهي، 4 مضروبة في 4.8 اللي هي ال vertical distance ما بين نقطة A وما بين سيكشن واحد. سيكشن 2 عايزين نجيب بقى زاوية ميل مماس عن سيكشن 2. الله، هو مش سيكشن 2 ده موجود اصلا في اعلى نقطة في البرابولا اللي احنا حاطين عندها المحاور، اللي احنا قلنا هنتعامل مع السبيشال ايكويشن واي بتساوي اكس سكوير عشان اصلا المماس عند السيكشن ده او عند النقطة دي هو اصلا محور اكس. يبقى معنى كده ان سيكشن 2 السيتا عندي بتساوي كام؟ اكس بتساوي 0، فالسيتا بتساوي 0. ده طب ده سيكشن جميل قوي، انا مش هضطر ان انا اعمل تحليلات. طب تعالى نشوف سيكشن 2 هحسبه من ناحيه الشمال، هطلع السيكشن بره كده، هبقى محتاجه ان انا اعمل ريزولف للفورس في اتجاه المماس، اتجاه المماس عندي اللي هو في اتجاه اكس، وفي الاتجاه العمودي اللي هو في اتجاه واي. طب في عندي ايه بقى فورس ظهرت؟ في عندي الاربعه في اتجاه الاكس، وفي عندي واي 15 طالع و16 نازل، فهلاقي ان في 0.8 6 نازل. طب انا هحلل الفورس دي؟ لا مش هحللها طبعا، انا عندي اهي هي موجوده في اتجاه المماس وفي اتجاه العمودي عليه. هيبقى النورمال بيساوي النورمال عن سيكشن 2 بيساوي نيجاتيف 4، الشير عن سيكشن 2 بيساوي نيجاتيف 0.86، المومنت عن سيكشن 2 هقف واحسب اضرب كل فورس في البربنديكولار ديستانس بتاعتها، سواء كان الواي اي في الاربعه وده بيلف في البوزيتيف طبعا، واي اي في 8 سوري، في عندي الأربعة في الـ 6.4 بالنيجاتيف، وفي اليونيفورم لود الـ 16 في أربعة برضو بالنيجاتيف. سيكشن 3 محتاجين نجيب زاوية ميل المماس عند السيكشن ده. طب إكس عند السيكشن ده بتساوي كام؟ هلاقي إنها بتساوي 6. أعوض في الإكويشن بتاع التان سيتا اللي هي كانت بتساوي نيجاتيف 0.2 إكس، هشيل الإكس وأعوض عنها بالمسافة بتاعتي، يبقى هتطلع إن سيتا بتساوي نيجاتيف 50.2. دي زاوية ميل المماس على محور X عن سيكشن 3.
النيجاتيف دي مش تفرق معايا في حاجة، انا بتعامل مع الفاليو اللي هي ال 50.2 سيكشن است. طبعا انا سيكشن است اللي هو سيكشن 3 اسهل لي اتعامل من ناحية اليمين، ما عنديش غير الرياكشن اللي هو العشر. طب عايزة اعمل ايه؟ عايزة اعمل ريزولف في اتجاه المماس وفي الاتجاه العمودي عليه. سيتا بتاعتي هي مين المماس على محور اكس، تبقى دي سيتا، تبقى دي لأ، تبقى دي سيتا، وحلل الرياكشن في اتجاه المماس وفي الاتجاه العمودي. طب النورمال هنا تعتبر ايه؟ برضو كومبريشن، يبقى انا النورمال عندي عن سكشن 3 بالنيجاتيف. الشير انا حاسبه الفورس دي من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين ونازل هو البوزيتيف، بس ده من ناحيه اليمين وطالع، يبقى الشير عن سكشن 3 بالنيجاتيف. المومنت عن سكشن 3 ده رولر سبورت، المومنت عنده ايكوال 0. بروبلم 3، عندي ارش فيكسد فري ارش وعايزني احسب الانترنال فورس عن سكشن 1 وسكشن 2. اولا الارش ده بارابولا ولا سيركل؟ هو مش كاتب، بس هو قايل لي هنا ار ايكوال 3 متر. ار بيبقى انا كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ده الريديوس بتاع السيركل، يبقى انا شغاله على سيركل ارش. سيركلر ارش الثيتا بجيبها من الجيومتري بتاعه الشكل، مش محتاجه ايكويشن عشان اجيب له الثيتا. طب اول خطوة هحسب رياكشناتي، ولو اني انا اصلا هنا مش محتاجة احسب رياكشنات، لان انا ممكن اتعامل مع سيكشن واحد وسيكشن اتنين ان انا احسبهم من الفري اند بتاعت الارش، بس خلينا نحسب رياكشنات برضو مش هتضرنا. سيجما الفورس في اتجاه الاكس، سيجما الفورس في اتجاه الواي، سيجما المومنت عند نقطة ايه، يجيب لي المومنت بتاعي. طب نمسك بقى سيكشن واحد، عايزين نجيب زاوية ميل المماس عند السكشن ده عشان نحلل الفورس في اتجاهه في الاتجاه العمودي عليه. طب نيجي من السنتر بتاع السيركل، هوصل ريديوس كده لحد سكشن واحد، الريديوس ده طوله كام؟ تلاتة. طيب بعدين هاجي امشي افقي لحد هنا، طب المسافة دي اتنين، لان هو قايل ان مكان السكشن عن نقطة ايه بواحد. طب مش هي السيتا دي؟ هي السيتا دي، يبقى انا كده اعرف اجيب له السيتا دي بتساوي كام، لان انا عندي ساين سيتا اللي هي 2 اوفر 3، وهتطلع من هنا ان سيتا بتساوي 41.8. ده كده زاوية ميل المماس على محور اكس عن سكشن واحد. نجمع بقى الفورس عندي من ناحية اليمين، في واحد هوريزونتال متغيرتش، في اتنين وفي الايكوفالنت فورس اتنين على مسافة اتنين، يبقى انا عندي اربعة، يبقى هيجيب لي فورتيكال ستة. سيتا اللي انا جبتها هي ميل المماس على محور اكس، يبقى دي سيتا، دي لأ تبقى دي سيتا. نحلل بقى الفورس بتاعتي في اتجاه المماس والاتجاه العمودي، يبقى النورمال عن سيكشن واحد الاتنين فورس دول اللي هما في اتجاه المماس بيعملوا ايه؟ بيعملوا كومبريشن على السيكشن، يبقى بالنيجاتيف. طب التو فورس دول مين فيهم بوستيف مين فيهم نيجاتيف؟ انا بحسب من ناحية الشمال، يبقى النازل هو البوستيف، يبقى 6 كوزاين سيتا دي البوستيف و ال1 هي النيجاتيف. طب المومنت عن سكشن واحد، محتاجة اجيب الفورس دي بتبعد مسافة قد ايه لو انا هحسب من الناحية دي؟ طب الفورس دي بتبعد مسافة قد ايه؟ اجيبها ازاي؟ اجيبها من الجيومتري بتاعة الشكل. هو انا في التريانجل ده اللي هو 2 3، مش انا اعرف الفيرتيكال ديستانس دي اللي هي تبقى 3 كوزان سيتا، وانا عندي سيتا طبعا. طب وانا عندي من الريدي من اللي هو السنتر بتاع السيركل لحد النهايه الفيرتيكال لينس ده بيساوي كام؟ بيساوي ريديوس اللي هي 3، يبقى معنى كده ان الفيرتيكال ديستانس دي بتساوي كام؟ بتساوي 3 ناقص 2.24. نحسب بقى المومنت عن سيكشن 1. طب سيكشن 2 حلو قوي، سيكشن 2 سهل. لو انا حطيت كده المماس وادي العمودي عليه، المماس عن سيكشن 2 هو الهوريزونتال والعمودي عليه الفيرتيكال. طب النورمال عن سيكشن 2 بتساوي نيجاتيف 1، شير عن سيكشن 2 بتساوي بوزيتيف 2، مومنت عن سيكشن 2 ده كده يعتبر الفري اند بتاعه الكانتليفر، المومنت عليها ايكوال 0، يبقى المومنت بزيرو. طيب احنا ملاحظين ان احنا من اول ما بدأنا في الارش واحنا بنعمل كالكوليت الانترنال فورس، هو هنا مفيش رسم للانترنال فورس؟ لا هو في رسم، بس غالبا ما بيسألنيش فيه، بس برضو عايزين يبقى عندنا معلومات. والله لو سأل في رسم الانترنال فورس للارش نبقى عارفين.
طب عايزين نرسم بقى الانترنال فورس للسيركلر ارش اللي قدامنا ده، محتاجين ناخد فيه كام سيكشن؟ مبدئيا انا عارفه بدايته وعارفه نهايته، لان انا عندي هنا نهايته الارش ده المماس هو هوريزونتال، فانا عارفه النورمال والشير والمومنت. هنا المماس هو فيرتيكال، فانا عارفه النورمال والشير والمومنت. طب محتاجه بقى ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه يعني تقريبا 3 نقط مثلا، ممكن اكتر براحتي، بس هو 3 نقط حلوين، ما حاولش اقلل عن 3، ممكن ازود بس ده للدقه بتاعه الرسم. طب 3 نقط، ايه اللي بيتغير عندي ما بين السكشن ده والسكشن ده والسكشن ده؟ هو زاويه سيتا. سكشن ده سيتا بتاعته اللي هو ميل المماس غير السكشن ده غير السكشن ده، واحنا اتفقنا ان ميل المماس على محور اكس لكل سكشن من السكشن دي هي الزاويه المركزيه بتاعته اللي هي دي، سواء انا بتكلم على السكشن ده، لو بتكلم على السكشن ده بقت دي سيتا، بتكلم على السكشن ده بقت دي سيتا. فانا هاخد السكشن الاولاني ده كجنرال سكشن للباقيين، لان انا الفاريبل الوحيد عندي في القرش ده هو سيتا. بمعنى تعالوا نشتغل على السكشن ده، الهوريزونتال لينس ده 3 كوساين سيتا، وهنا عندي الريديوس بتاعي 3. طب والفيرتيكال 3 ساين سيتا. طب السكشن ده لو انا عايزه احسب الفورس اللي بتاثر عليه، اطلع السكشن كده بره واحدد المماس والعمودي عليه واجمع الفورس. طب الفورس عندي في اتجاه الاكس في 1، في اتجاه الواي في 2، وفي يونيفورم لود 3 بيأثر على طول 3 ساين سيتا، يبقى انا في عندي 6 ساين سيتا طبعا بالاضافه للاثنين الاولانيه. ده كده الفيرتيكال. السيتا هو ميل المماس على اكس، يبقى دي سيتا، تبقى دي لا تبقى دي سيتا. ده كده لو بصينا له هنلاقي ان ده جنرال سيكشن، الكلام ده ينطبق على السكشن ده والسكشن ده، يعني انا لو مسكت السكشن ده ووصلت افقي هتبقى المسافه الافقيه دي 3 ساين سيتا، باعتبار ان سيتا هي الزاويه بتاعه السكشن التاني، فساعتها هتطلع عندي نفس الفورس بس سيتا دي هتبقى سيتا بتاعه السكشن ده، ونفس الكلام بالنسبه لسكشن 3. فانا هشتغل على سكشن 1، بعد كده كل ما اغير سيتا يبقى انا بتعامل مع السكشن التاني او السكشن التاني. نحلل بقى الفورس بتاعتنا في اتجاه المماس وفي اتجاه العمودي عليه. هبدا بعد كده اعمل تيبل احط فيه السيتا بتاعتي. انا سيتا هنا بتتغير من ايه؟ السكشن ده السيتا عنده بتساوي 0، السكشن ده السيتا عنده بتساوي 90، ما بينهم بقى التلات سكاشن انا واخده عند 30 و45 و60 اللي هي المسافه السيتا دي كده. طب انا عايزه ايه؟ عايزه ارسم النورمال والشير والمومنت. نيجي للنورمال، اهي الايكويشن بتاعه النورمال، اهي الفورس اللي في اتجاه المماس، فورس دي كومبريشن. طب ايه اللي هيتغير؟ هاجي اقول له والله عن سيتا بتساوي 0 اعوض هنا عن السيتا بتساوي 0، هيطلع ان النورمال بيساوي نيجاتيف 1 اللي هي اصلا دي. طبعا سيتا بتساوي 30 هنا عند السكشن ده، اعوض بالسيتا بتساوي 30 في الايكويشن دي، هتطلع قيمه النورمال بتساوي الفاليو دي. وهكذا عن سيتا بتساوي 45، هعوض عن السيتا هنا بال 45 هطلع قيمه النورمال عند السكشن ده، وهكذا. طب الشير، الشير عن سكشن 1 هاجي اقول له اللي هو عن سيتا بتساوي 0، السكشن ده بتساوي كام؟ المفروض انها تطلع بوزيتيف 2. لو انا عوضت في الايكويشن دي مين فيهم البوزيتيف، انا حاسبه من ناحيه اليمين، يبقى النازل ده البوزيتيف والطالع هو النيجاتيف. لو انا عوضت هنا عن السيتا بتساوي 0 هيطلع ان الشير بيساوي بوزيتيف 2. نعوض بباقي السيتا، طلع قيمه الشير لباقي السكاشن. المومنت، مومنت عندي هنا بزيرو، مومنت عند السكشن ده هضرب كل فورس في المسافه بتاعتها. طب انا عارفه المسافه بتاعت الاتنين وعارفه اليونيفورم لود، ناقص لي الواحد، الواحد اضربها في الفيرتيكال ديستانس دي. طب الفيرتيكال ديستانس دي بتساوي كام؟ وانا عندي الارتفاع ده كله 3، في المسافه دي بتساوي 3 ناقص 3 كوزان سيتا. كل ما سيتا هتتغير كل ما الارتفاع ده هيتغير بالنسبه للسكشن ده والسكشن ده والسكشن ده. طيب ونحسب المومنت عند كل سكاشن. كده بقى عندي نورمال والشير والمومنت على الخمس سكاشن دول. نرسم بقى، نحط الديتم بتاعنا. الديتم بتاعنا هو رسمة القرش نفسها. طب ارسم بقى ازاي؟ انا برسم في اتجاه الريديوس. يعني ايه؟ يعني بتحرك في اتجاه الريديوس عند كل سيكشن. لو انا عندي الفاليو بتاعتي بوزيتيف هتحرك في اتجاه الريديوس لجوه، ولو الفاليو بتاعتي نيجاتيف يعني ايه؟ يعني لو انا عندي الفاليو بتاعتي بوزيتيف هتحرك في اتجاه الريديوس لبره، لو انا عندي الفاليو بتاعتي نيجاتيف هتحرك في اتجاه الريديوس لجوه. الكلام ده طبعا للنورمال والشير والمومنت العكس. طب تعالى نشوف النورمال عند سيكشن 1 بتساوي نيجاتيف 1، ادي كده اللي هي عند سيتا بتساوي 0، اهو ده الراديوس بتاعي هتحرك في اتجاهه لجوه بالنيجاتيف 1.
بنيجي عند 30 negative 3 point، يبقى انا هاجي عند section ده وهتحرك في اتجاه radius كده بالفاليو بتاعتي اللي هي negative 3. عند السكشن ده اتحرك في اتجاه ده negative 5، هنا negative 6. طب هنا radius بتاعي اللي هو ده اللي هو الهوريزونتال، يبقى اتحرك في الاتجاه الهوريزونتال بنيجاتيف 8. بقى عندي كذا نقطة اوصل ما بينهم بشكل كيرف، واحط طبعا الساين بتاعتي ده كله تحت الديتم او جوه يبقى بالنيجاتيف. الشير انا بتعامل في اتجاه الراديوس، انا عندي الشير عند سكشن ثيتا بزيرو بتساوي 2، يبقى انا هتحرك في اتجاه الراديوس لبره بوزيتيف. الشير عند ثيتا بتساوي 90 نيجاتيف 1، يبقى انا هتحرك في اتجاه الراديوس لجوه. واجي عند كل نقطة اهي ده بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، يبقى التلات نقط دول لبره اتحرك في اتجاه الراديوس لبره بالفاليو بتاعتهم، اوصل ما بينهم بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. المومنت، مومنت عندي في البداية بزيرو، مومنت عندي في النهاية نيجاتيف 12، النيجاتيف لبره في المومنت يبقى اتحرك في اتجاه الراديوس لبره هوريزونتال. التلات نقط دول بالنيجاتيف يبقى انا هتحرك في اتجاه الراديوس بتاع كل واحدة فيهم لبره واحط الفاليو واوصل ما بينهم بشكل كيرف واعمل الهاتشنج. ده الرسم في حالة ان انا طلب مني رسم. طيب لو انا عندي بارابولا ارش مش سيركل هرسم ازاي؟ انا ما عنديش راديوس في البارابولا، صح ما عنديش راديوس في البارابولا، بس انا اصلا لو انا جيت بصيت لموضوع الراديوس ده هو اكني بعمل ايه؟ اكني باخد مماس عند كل نقطه وبتحرك عمودي عليها، ما هو الراديوس عند كل نقطه هو عمودي على المماس. يبقى انا لو بدل ما هو جايب لي سيركل وعندي بارابولا وعايزه ارسم الانترنال فورس عليها، هاجي عند كل نقطه كده واشد خط مماس ليها واتحرك عمودي عليها لبره او عمودي عليها لجوه. عايزة هنا اتكلم على الانكلاين بيم لاني ما اديتهاش حقها في الفيديو اللي فات. عندي هنا الانكلاين بيم دي هي عبارة عن كانتيفور بيم، عايزين نرسم النورمال والشير والمومنت ليها. فاحنا اول خطوة هنيجي نقول طب تعالى نحسب الرياكشنات، سيجما الفورس في اتجاه الاكس عندي رياكشن في اتجاه الاكس، سيجما الفورس في اتجاه الواي ما عنديش حاجة، سيجما المومنت عند نقطة ايه هتجيب لي المومنت اللي هو ال 12. تمام. طيب تاني حاجة حدد السكيشن على البيم دي، انا عندي كانتليفر بيم محتاجة اخد سكشن في بدايتها وسكشن في نهايتها. طب سؤال هنا، هل السكشن ده من السكشن ده يعني للسكشن ده حصل ظهر اي لود يغير لي الفاليو بتاعت النورمال او الشير؟ لا، انا عندي البيم فاضية من البداية للنهاية، البيم فاضية. طب انا مش محتاجة بقى ان انا اعمل ريزولف للسكشن ده وللسكشن ده، انا يكفيني سكشن واحد، وده معناه ان النورمال والشير من بداية البيم لنهايتها هيكون كونستنت. طب ناخد السكشن ده طلعه بره كده واحط الفورس اللي بتأثر عندي اللي هي الأربعة، وابدأ احط السيتا، انا هتعامل مع السيتا اللي هي زاوية ميل البيم على محور اكس، ادي سيتا، واحلل بقى الفورس في اتجاه البيم وفي الاتجاه العمودي عليها، ونرسم النورمال. نورمال احط الديتم بتاعي، برسم عمودي على الديتم، فهلاقي ان الأربعة كوزاين دي تعمل كومبريشن يبقى بالنيجاتيف، يبقى هنزل نيجاتيف لتحت. فاليو دي اتفقنا انها ثابته من بدايه لنهايه البيم، يبقى انا مش محتاجه اعمل ريزولف مره كمان، اكملها ثابته للنهايه واحط طبعا النيجاتيف. نفس الكلام بالنسبه للشير، انا عندي الشير من ناحيه الشمال ونازل يبقى بالنيجاتيف، يبقى انا عندي الفاليو هنا هنزل بالنيجاتيف اللي هي الفورس عن ثيتا، وهي برضه هتفضل ماشيه ثابت لحد نهايه البيم. المومنت، المومنت عندي في البدايه في 12 التنشن سايد بتاعي لتحت، يبقى انا هنزل عمودي على البيم لتحت. في نهاية الكانتليفر الفري اند بتاعته بزيرو، اوصل بزيرو واحط البوزيتيف ساين بتاعتي. طيب لو انا البيم بقى بتاعتي كان عليها يونيفورم لود، عندي كانتليفر وعليه يونيفورم لود. طب الاول تعالى نتكلم على اليونيفورم لود ده، الايكوفالنت فورس بتاعته شكلها عامل ازاي وبتأثر ازاي. اولا اليونيفورم لود ده بيأثر على الانكلاين بيم المايله. طب لما اجي اجيب الايكوفالنت هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دبليو اللي هي الاثنين مضروبه في الطول على المايل اللي هو كام؟ من التلاتة أربعة، يبقى أنا عندي طول على الميل خمسة. طب الإكويفلنت هيكون اتجاهها عامل إزاي؟ هلاقي إن الإكويفلنت اتجاهها في اتجاه الهاتشنج، والهاتشنج عندي فيرتيكال، يبقى الإكويفلنت كمان هتبقى فيرتيكال. نحسب رياكشناتنا، سيجما الفورس في اتجاه الإكس وسيجما الفورس في اتجاه الواي والمومنت عند النقطة دي، جبت رياكشناتي. طب أنا برضو هنا محتاجة سيكشن في البداية وسيكشن في النهاية. نسأل نفسنا نفس السؤال، لو مش سيكشن ده لحد السيكشن ده، هل وأنا ماشية في حاجة هتغير لي قيمة النورمال أو قيمة الشير؟ والله أنا ظهر عندي اليونيفورم لود. طب اليونيفورم لود ده هيجيب لي نورمال؟ تعال نبص لاتجاهه وإحنا نعرف. أنا اليونيفورم لود ده عندي الإكوفالنت بتاعته فيرتيكال،
طب ما هي الفيرتيكال دي لما اجي اعمل لها ريزولف هتحلل في اتجاه البيم وفي الاتجاه العمودي عليه، بمعنى كده ان انا في عندي نورمال فورس هيظهر وفي شير هيظهر، يبقى من السكشن ده للسكشن ده قيمة النورمال بتتغير وكمان قيمة الشير. كل ما همشي على البيم كل ما الايكوفالنت بتاعتي هتغير لي قيمة النورمال وقيمة الشير، يبقى انا كده محتاجة اعمل مرتين تحليلات، تحليل عند السكشن ده وعند السكشن ده. بناخد السكشن الاولاني ونحدد انا عايزه اعمل ريزولف في اتجاه الممبر وفي الاتجاه العمودي عليه، احط الفورس بما اني هحسب من ناحيه الشمال، واحط الثيتا اللي هي زاويه ميل الممبر على محور اكس، وابدا اعمل ريزولف للفورس بتاعتي. طب ارسمها، هاجي ارسم الديتوم بتاعي. طبعا انا هنا جمعتهم الفورس اللي هي الاكس والواي المجموعه بتاعها في اتجاه النورمال، وهنا المجموعه بتاعها في اتجاه الشير. احط الديتوم بتاعي وارسم ال 9.2 دي كومبريشن عندي، فهتبقى عمودي على الديتوم لتحت كده. طيب هنمشي بيها ثابت لحد النهايه؟ لا، احنا اتفقنا ان قيمه الشير قيمه النورمال هتتغير من بدايه البيم لحد نهايتها، طول ما انا ماشيه هتتغير نتيجه اليونيفورم لود. ليه؟ لان هو اتجاهه فيرتيكال، فالفيرتيكال ده بيعمل له ريزولف ويجيب لي شويه نورمال تغير لي قيمه النورمال. طب اجي عند السكشن ده اعمل ايه؟ والله قدامي حل من الاتنين، يا اما ان انا احسب السكشن ده من ناحية الشمال. طب من ناحية الشمال ايه اللي هيظهر؟ هاجي اقول الفاليو اللي عند السكشن ده زائد الايكوفلنت فورس اللي حصلت دي، احللها في اتجاه الممبر واضيفها على ال 9.2، طبعا كل واحدة بإشارتها. او اجي اقول انا هحسب السكشن ده من ناحية اليمين، من ناحية اليمين هيبقى عندي الفورس اللي هي الاربعة دي، هحللها في اتجاه الممبر وفي اتجاه العمودي عليه. الاتنين صح، انا المره دي هاخد السكشن ده من ناحيه اليمين، يبقى اخد بالي وانا شغاله ان انا هتعامل باشارات اليمين. طب الكمبريشن هنا او النورمال هنا هلاقي ان في عندي كومبريشن فور كوزاين ثيتا، يبقى هاجي هنا عمودي على الداتا وانزل لتحت بالنيجاتيف الفاليو بتاعتي، واوصل الفاليو دي بالفاليو دي. خلاص عرفنا ليه النورمال بيتغير هنا نتيجه اليونيفورم لود اللي بيأثر عندي. طب الشير، الفاليو بتاعت الشير هنا اللي هي ال 5.6 ناحية الشمال وطالع تبقى بوزيتيف، يبقى هتحرك عمودي على الديتم لفوق. طب والفاليو هنا هلاقي ان عندي 4 ساين ثيتا من ناحية اليمين، من ناحية اليمين ونازل بوزيتيف، ودي طالعة تبقى بالنيجاتيف، يبقى هتحرك لتحت بالفاليو بتاعتها ووسطها المومنت. طب قبل ما نتكلم على المومنت هنا، تعالى كده نفتكر المومنت بتاع اليونيفورم لود لو عندي موجودة على سيمبل بيم عادية. هقول ان المومنت هو عبارة عن بارابولا، السقوط بتاع البارابولا ده موجود في النص طبعا وقيمته W L سكوير على 8. انا بس هعدل القانون ده شوية عشان ينفع نتعامل مع الانكلاين بيم. انا هخليه R في البعد العمودي على R على 8، اللي هو هيوصلنا برضو ال W L سكوير على 8 في الحالة دي. طب ايه هي R؟ ال R هي الايكوفلنت فورس بتاعة اللود ده، W في L ده R. طب ايه البعد العمودي على ار؟ البعد العمودي على ار انا عندي الار بتاعتي فيرتيكال، البعد العمودي عليها اللي هو الهوريزونتال لينس اللي هو ال، فبقى عندي دبليو ال مضروبه في ال على 8، يبقى انا وصلت لدبليو ال سكوير على 8. بس القانون ده بقى هيفيدني وانا بتعامل مع الانكلاين بي. زي مثلا لو انا عندي اللود ده، اولا الايكوفالنت بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن دبليو في الطول على المايل اللي هو ال داش. طب اتجاهها، اتجاهها في نفس اتجاه الهاتشنج، الهاتشنج هنا بربندكلر على البيم، فهو هيبقى برضه بربندكلر عليها. طب نحط بقى المومنت، انا هرسم الديتم بتاعي وهنزل بارابولا السقوط بتاعها واوصل. طبعا السقوط بتاعي هو يكون عمودي على الديتم. طب السقوط ده عباره عن ايه؟ ار اللي هي دبليو ال داش في البعد العمودي على ار. انا عندي ادي ار البعد العمودي عليها اللي هو ال داش اللي هو طول البيم على المايل على 8، يبقى السقوط دبليو ال داش سكوير على 8 اتغير عن هنا. او في كمان حاله تانيه، اللود بتاعي اهو برضو بيأثر على البيم مايلة، بس اتجاه الهاتشنج هنا vertical مش perpendicular على البيم. طب الهاتشنج هنا vertical، يبقى الايكوفالنت بتاعتي كمان هتكون vertical دبليو ال داش. طب البارابولا هنا هيكون الصوت بتاعها عمودي على الديتم تمام، بس هيكون الفاليو عبارة عن ار اللي هي دبليو ال داش في البعد العمودي على ار. طب انا هنا البعد العمودي على ار اللي هو ايه؟ اللي هو الهوريزونتال لينس ال، يبقى دبليو ال داش في ال على 8. طب الحالة دي اللود بتاعي موجودة على المايل بس كتب لي اتش بي، واتفقنا قبل كده ان الاتش بي ده ان انا بتعامل مع الهوريزونتال بروجيكشن بتاعي، يعني بعتبر ان الحمل كانه موجود على هوريزونتال لينس. طب الايكوفالنت هتبقى دبليو في ال، البارابولا بتاعتي
تبقى عبارة عن R اللي هي WL، في البعد العمودي على R، ال R vertical يبقى العمودي عليها اللي هو الهوريزونتال لينس، بقت WL سكوير على 8. الحالة دي equivalent للحالة دي، بدل ما يحط لي اللود على البيم ويكتب لي HB، لا هو حط لي اللود بتاعي أفقي والبيم هي موجودة زي ما هي، وبرضو هلاقي ان الايكوفالنت بتاعتي هي دبليو ال، فهتبقى السقوط بتاع البارابولا عمودي على الداتا دبليو ال سكوير على 8. نرجع بقى للمساله بتاعتنا. المومنت عندي هنا في البدايه في عندي التنشن سايد لفوق، يبقى انا هتحرك عمودي لفوق بالفاليو اللي هي 8. المومنت في نهايه الكانتليفر بزيرو، عندي يونيفورم لود، يبقى اوصل داش وعلق البارابولا. طب تعليق البارابولا ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ار اللي هي 2 في 5 في البعد العمودي على R، ال R بتاعتي vertical، يبقى أنا بتعامل مع ال horizontal lens اللي هي 4 على 8. حالة كمان اللي هي equal لل HB، بدل ما يحطهولي على المايل حطهولي أفق، والكنتليفر بتاعي لسه مايل بثيتا، ال equivalent هتكون vertical. عندي section في البداية و section في النهاية. طب من السكشن ده للسكشن ده ال uniform load هيغير لي قيمة النورمال والشير؟ لأن الإيكوفلنت بتاعته فيرتيكال، فهتتحلل في اتجاه البيم يبقى النورمال هيتغير، وفي الاتجاه العمودي يبقى كمان الشير هيتغير. ادي السكشن الأولاني نورمال عليه والشير عليه، والسكشن التاني نورمال عليه والشير عليه، برضو حسبته من ناحية اليمين. حط الديتم الفاليو دي بالنيجاتيف، يبقى هنزل لتحت بالنيجاتيف، الفاليو دي برضو بالنيجاتيف لأن أنا بحسب من ناحية اليمين، يبقى هنزل لتحت وأوصل الاتنين ببعض. الشير الفاليو دي بالبوزيتيف، يبقى هطلع لفوق، الفاليو هنا حاسباها من ناحيه اليمين، من ناحيه اليمين ونازل بوزيتيف، ودي عكسها يبقى دبل نيجاتيف ووسط. المومنت، المومنت عندي التنشن سايد لفوق، يبقى هتحرك عمودي على البيم لفوق، في نهايه الكانتليفر المومنت ايكوال زيرو، اوصل داش وعلق البارابول. طب السقوط بتاع البارابول هنا عباره عن ايه؟ ار اللي هي 2 في 4 في البعد العمودي على ار، البعد العمودي على ار، الار فيرتيكال يبقى العمودي الهوريزونتال، يبقى 2 في 4 في 4 على 8. في كيس كمان تاني، الكيس دي مديني ان الهاتشنج بتاعي بربنديكولار على البيم، اتفقنا ان الايكوفالنت هتكون في اتجاهه، يبقى هتبقى بربنديكولار على البيم. طب عشان احسب رياكشناتي في الحاله دي، انا مش هعرف اتعامل مع الحمل، يعني الايكوفالنت ده محتاجه ان انا احلله في اتجاه اكس واتجاه واي عشان احسب رياكشناتي. اقدر بقى اقول سيجما الفورس في اتجاه الواي، سيجما الفورس في اتجاه الاكس، والمومنت، جبت رياكشنات هنا. برضو عندي سيكشن في البدايه وسيكشن في النهايه. طيب من السيكشن ده للسيكشن ده النورمال هتتغير ولا مش هتتغير؟ هاجي ابص على الايكوفالنت، هلاقي ان الايكوفالنت هنا بربنديكولار على البيم، يبقى معنى كده ان الايكوفالنت دي بتجيب لي شير صرف، هي اصلا شير، مفيش نورمال على البيم، يبقى من البدايه للنهايه النورمال هيبقى كونستانت مش هيتغير، لكن اللي هيتغير عندي هو الشير. طيب ناخد السيكشن ده ونعمل الريزولف بتاعه ونجيب قيمة النورمال، هنلاقي انها ثابتة اللي هي بال 3.2 بالنسبة للشير. هاجي اخد السيكشن ده واخد طبعا نتيجة التحليلات، هلاقي ان في عندي هنا فاليو 7.6. طيب الشير عند السيكشن ده اقدر بقى، بما ان انا عندي الايكوفالنت هي اوريدي شير مش محتاجة ان انا احللها، فاقدر اقول ان انا من السكشن ده للسكشن ده ظهر عندي نيجاتيف 10، وانا كنت بوست في 7.6، يبقى ده هيوصلني لنيجاتيف 2.4، فانا هوصل هنا نيجاتيف 2.4 واوصل. او كنت اخد السكشن ده من ناحية اليمين، وهيبقى عندي الشير هو عبارة عن 4 كوزاين ثيتا زي دي بالظبط، برضو هتوصلني لنيجاتيف 2.4. المومنت في عندي ال 13، اطلع بربنديكولار على الديتوم واوصل بالزيرو عند النهايه وعلق البارابولا. السقوط بتاع البارابولا عباره عن ايه؟ عباره عن ار اللي هي 2 في 5 في البعد العمودي على ار، الار عندي عموديه على البيم، يبقى هضرب في اللينس على المايل اللي هي 5، يبقى 2 في 5 في 5 على 8. نوع تاني كمان من المسائل، ان هو بيجيب لي مساله ويقول لي ارسم البيندنج مومنت اونلي ليها. غالبا ما بتكون المسائل دي سهلة رسم المومنت بعيدا عن ان انا احسب رياكشنز ليها. زي المسألة دي، انا عندي المومنت هنا لو بصيت على الكانتليفر ده من بدايته لنهايته، طبعا نهايته اخد سيكشن وابص من ناحية الفري اند، هلاقي ان الكانتليفر ده عليه كونستانت مومنت قيمته 4 والتنشن سايد بتاعه لفوق، يبقى انا اقدر ارسم المومنت على الكانتليفر ده ثابت كده. طيب المومنت هنا بص على الجوينت دي،
جوينت دي اقدر اعمل لها ايكوليبريم جاي عليها على الكانتليفر مومنت بيلف انتي كلوكوايز، طب على الانكلاين بيم عشان تتزن هيجي مومنت كلوكوايز بنفس الفاليو والتنشن سايد بتاعه لفوق، طب هتحرك عمودي على الديتوم، الديتوم اللي هي البيم المايله يبقى هتحرك عمودي عليها لفوق بالفاليو بتاعتي اللي هي الاربع. طب من هنا لهنا مش عايزه احسب في اي مكان هنا لحد ما اوصل عند السكشن ده، طب انا السكشن ده سهل ان انا احسبه من ناحيه اليمين، هلاقي ان المومنت عندي 6 مضروب في البعد العمودي بتاعها اللي هو الواحد، يبقى انا في عندي مومنت كنتو 6 والتنشن سايد بتاعه لفوق يبقى انا هطلع عمودي لفوق 6. طب ده نهايه الكانتليفر برضو عندي يبقى انا هوصله عند النقطه دي بالزيرو. طب بالنسبه للبيم دي هي لو عملت اتزان الجوينت دي طبعا هو على نفس الاستقامه فالاتزان هيجيب لي برضو عند نفس السته اللي فوق، طب اوصل السته دي بالاربعه ده يونيفورم لود يبقى اوصل داش وعلق البارابولا بتاعتي، الصوت بتاع البارابولا هنا هيبقى الفاليو بتاعته بتساوي كام، عباره عن الايكوفالنت فورس اللي هي 2 مضروبه في اللينس اللي بتاثر عليه اللي هو اللينس على الميل اللي هي 5 هتنزل الايكوفالنت فيرتيكال، هضربها في البعد العمودي عليها اللي هي الأربعة على 8. مسألة كمان عايزة أرسم لها البيندنج مومنت أونلي، طب خلينا كده نشوف أنا محتاجة أحسب رياكشنز ولا لأ، همشي في المسألة وأشوف هعطل في نقطة ولا مش هعطل. الكانتليفر المومنت عندي في بدايته بزيرو، أجي في نهايته وأحسب المومنت هلاقي إن عندي 4 مضروبة في مسافة 1 والتنشن سايد بتاعي لفوق، طلعت عمودي لفوق على الديتوم وصلته لزيرو، أمسك الجوينت دي وأعمل لها إيكوليبريم في عندي 4 بتلف أنتي كلوكوايز يبقى عشان الجوينت دي تتزن هيجي على الفورتيكال ممبر 4 كلوكوايز، التنشن سايد بتاعي عمودي هرسم عمودي على الداتا التنشن سايد بتاعي اللي بره كده او اللي جوه على حسب انا بتكلم وانا واقفه فين، هتحرك عمودي في اتجاه التنشن سايد. طيب السكشن اللي بعد كده هيكون في نهايه الفورتيكال لاين، طب احسب المومنت ازاي، هاجي اتعامل مع الفري اند، انا لو فكرت احسبه من الناحيه دي يبقى انا محتاجه احسب رياكشناتي، طب خلينا نحسبه برضو من ناحيه الكانتليفر اللي فوق، هلاقي ان مازال عندي الفورس اللي هي الاربعه مضروبه في اللينس واحد وبتلف بالاتجاه ده، تنشن سايد موجود الناحيه دي يبقى هتحرك عمودي على الديتم بالاربعه واوصلها باللي قبلها، امسك الجوينت دي واعمل لها ايكوليبريم هلاقي ان في اربعه عندي لفوق بتاثر على البيم. طب السكشن اللي بعد كده هلاقي ان السكشن اللي بعد كده عند السبورت اللي هنا، طب ما هو انا اقدر احسب المومنت عند السبورت ده ناحية اليمين، في عندي اللي هو الكونسنتريتد مومنت الأربعة دي بتأثر على الكانتليفر، هلاقي إن المومنت عليه ثابت من بداية لنهاية الكانتليفر، يبقى أنا عندي مومنت ثابت كنتو أربعة، جبت المومنت في بداية البيم وجبت المومنت في نهايتها أوصل ما بينهم داش وعلق البارابولا بتاعتي ده بيقول سكوير على 8. يبقى أنا دلوقتي حسبت من غير ما أحسب رياكشنات، دايما السؤال أو يعني خلينا نقول غالبا ما بحتاجش أحسب رياكشنات، الفريم ده محتاجة أحسب فيه أكشنات ولا مش محتاجة؟ تعال نشوف الفريم ده هنا هنج وهنا رولر، طب إيه اللي هيجيب لي مومنت على العمود ده أو العمود ده؟ اللي هيجيب لي المومنت عليه إن يكون فيه فورس عمودية عليه، طب أنا هنا ممكن تظهر فورس عمودية عليه كرياكشن أنا عندي ده رولر، يبقى معنى كده إن مفيش إكس، فطبيعي من سيجما الفورس في اتجاه الإكس مش هيبقى فيه إكس عند الهنج، يبقى أفهم من كده إن العمود ده والعمود ده لو أنا خدت أي سيكشن وحسبته لتحت كده هلاقي ان المومنت عليه بتساوي زيرو عشان مفيش بربنديكولار فورس عليه، يبقى العمود ده والعمود ده المومنت عليهم بزيرو، طب ناقص البيم اللي فوق، لو مسكت الجوينت دي وعملت لها ايكوليبريم هلاقي ان الجوينت دي بيأثر عليها مومنت خارجي، المومنت ده بيأثر على الجوينت كلها قيمته 6، طب والجوينت دي بيأثر على العمود بتاعها مومنت قيمته زيرو، طب عشان الجوينت دي تتزن يبقى المفروض يجي على البيم مومنت قيمته 6 والتنشن سايد بتاعه لفوق، يبقى انا هتحرك عمودي على البيم لفوق بالست، نفس الكلام هعمله هنا هلاقي ان فيه هنا مومنت قيمته 4 واوصل السته بالاربعه سوليد لاين لاني ما عنديش يونيفورم لود.